10 في جلاصي. سعد بقير ينفذ في القام الاول وهدف ثاني، كره ثابته وهدف ثاني، هدف ثاني لصالح الترجي بعد ركنيه من سعد بقير. طه ياسين الخنيسي راسيه في القام الاول، يغالط الحارس اشرف جلاصي تنشيط الاعاده. جميل الهدف من طه ياسين الخنيسي. عمر صويح راضي دون شك على اداء الترجيين. سعد بقير هو اللي نفذ الركنيه، ما نشوفش يكون هو سجل الهدف. وطه ياسين الخنيسي هو صاحب الهدف الثاني. التعديل مش مشكل من زملائي في الاعلاميه، هي اعاده من زاويه اخرى. ياسين الخنيسي في القائم الاول يضيف الهدف الثاني في الدقيقه 54 من المباراه.